مشروعنا في 6 اكتوبر بالمشاركه مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بالسيستم اللي الهيئه عملته لمشاركه المطورين القطاع الخاص. احنا مش اول مشروع مشاركة مع الهيئة، في مشروعات سبقتنا بدأت من 2015 وتجربة ناجحة جدا، موقع مميز جدا جدا الهيئة، احنا مقتنعين به تماما وهو يعني في قمة من التميز. يعني أرض مساحتها 144 فدان، عاملين عليها مشروع عدد وحداته 1136 وحدة ما بين شقق سكنية، فيلات، تاون هاوس وتوين هاوس. إجمالي استثمارات المشروع 5 مليار جنيه، السنة دي هنستثمر أعمال بمليار جنيه. المدة اللازمة لتنفيذ المشروع عقدنا مع الوزارة 6 سنين أو مع الهيئة 6 سنين، نتوقع هنخلص في 4.5 سنين إلى 5 سنين إن شاء الله. مبيعات المشروع 6.5 مليار جنيه، السنة دي بإذن الله في خطة إن نبيع ب 2.5 مليار. الأسعار كالآتي: الشقق السكنية بتبدأ من 1,850,000 ودي شقق متشطبة بالكامل، ثم التاون هاوس الميدل هيبدأ ب 3,900,000، وبعدين التاون هاوس النصية هيبدأ ب 4,400,000، التوين هاوس هيبدأ ب 5,600,000، والفيلات المنفصلة تبدأ ب 7,500,000. من وجهة نظرنا الأسعار دي أسعار مغرية جدا، منافسة جدا، عشان كده بقول هي فعلا مؤكد واحنا ماشيين الاسعار دي هتبتدي تعلى بالتدريج. شراكه كراس مال وشراكه في التمويل للمشروعات بتاعتهم اللي هي تمت على مدار ال 25 سنه دي. طبعا المشروع بتاع النهارده مختلف شويه لان الفورمولا نفسها اختلفت. في دلوقتي الكونسبت بتاع الشراكه، الكونسبت بتاع الشراكه ده بيبقى محتاج اسكرو اكاونت. اسكرو اكاونت ده زي ما شرحنا هو عباره عن القانون المنظم للعلاقه ما بين الثلاث اطراف او الطرفين. احنا الاسكرو اكاونت ده مفتوح في البنك الاهلي، وده ملوش دعوه بالتمويل. التمويل ده موضوع تاني خالص، التمويل بيقبله حساب تاني وبيقبله قصه تانيه. محفظة تمويل الشركات عامة في البنك الأهلي المصري تقريبا 500 مليار. 500 مليار دي فيها تمويل مباشر تقريبا 400 420، والباقي ده تمويل غير مباشر اللي هو في صورة خطابات الضمان والاعتمادات والحاجات اللي هي غير مباشرة. من الحجم ده أو 500 مليار دي تقريبا المطورين العقاريين ما بين 2 أو 3%، المقاولين تقريبا يمكن 10 أو 11%. المشروع ده من المشاريع الناجحة. احنا ابتدينا مواضيع الشراكة في 2015 من المؤتمر الاقتصادي اللي هو كان في مارس، والحمد لله هذه المشاريع من المشاريع الناجحة. احنا لغاية دلوقتي في شراكة في اكتر من 10 أو 12 شركة، الحمد لله كلهم شغالين بنجاح. آخرهم العقد اللي وقع النهاردة مع شركة حسين صبور، وهي من الشركات المحترمة الكبيرة اللي هي واخدة مساحة في أكتوبر، وإن شاء الله هذه الشراكة بتعود بالخير على القطاع الخاص وعلى قطاع الدولة بصفة عامة لأنها تنمية.